البلغم هو نوع من المخاط يكون أكثر وضوحاً عندما يكون الشخص مريض أو يعاني من حالة صحية طويلة الأمد. تتضمن بعض الأطعمة للقضاء على المخاط الزائد الزنجبيل. يمكن استخدام الزنجبيل كمزيل طبيعي للاحتقان ومضاد للهستامين. يمكن أن تساعد خصائص الزنجبيل المضادة للفيروسات والبكتيريا في تخفيف الاحتقان في الصدر عن طريق تجفيف المخاط الزائد وتحفيز إزالة تراكمه. يمكن أن يساعد شرب الزنجبيل عدة مرات في اليوم في التخلص من المخاط الزائد. الفلفل الحريف. يمكن القضاء على السعال المفرط والمخاط بمساعدة الفلفل الحار. إن الكابسيسين مركب موجود فيه الفلفل الحريف يساعد في ترقق المخاط. الثوم يمكن استخدامه كمقشع طبيعي. يمكن أن يساعد في تكسير تراكم البلغم. يمكن أن تساعد الخصائص المضادة للبكتيريا والميكروبات في الثوم في مكافحة الالتهابات الفيروسية والفطرية والبكتيرية. يمكن أن يساعد تضمين المزيد من الثوم في النظام الغذائي في التخلص من البلغم الزائد. الأناناس هو فاكهة من الممكن أن تساعد في التخلص من المخاط، فيحتوي عصير الأناناس على مزيج من الإنزيمات تسمى البروملين. له خصائص قوية مضادة للالتهابات. يمكن أن تساعد في مشكلات الجهاز التنفسي المرتبطة بالربو والحساسية. يحتوي عصير الأناناس على خصائص مضادة للبلغم. يمكن أن تساعد في طرد المخاط وتفتيته. البصل يمكن أن يساعد في التعامل مع البرد والسعال والحمى وانخفاض المناعة والتهاب الحلق، ويمكن أن يساعد في القضاء على السعال الزائد. كل ما عليك فعله هو نقع البصل المبشور في الماء لمدة 6 إلى 8 ساعات. يمكن أن يساعد شرب 3 إلى 4 ملاعق كبيرة من هذا الماء يوميا في تحسين الصحة والتخلص من السعال الزائد. الهيل يمكن أن يساعد في تقليل تراكم المخاط الزائد في الجسم. يؤخذ الهيل عادة بعد الوجبات للمساعدة على الهضم والامتصاص. يساعد على هضم الطعام بسهولة عن طريق حماية الأغشية المخاطية. يسيل المخاط في الأطعمة الثقيلة التي يصعب هضمها. إذا تسبب تغير الطقس أو تلوث الهواء في زيادة البلغم أو المخاط، فأنت تعلم بالضبط ما يجب عليك فعله للتخلص من البلغم.